السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي بناتي طلاب الصف الثاني الابتدائي، أرحب بكم مرة أخرى في درس جديد وهو من التراث المصري. الحقيقة الدرس بتاعي النهاردة بيتكلم عن مجموعة من العظماء من أبناء مصر زي نجيب محفوظ، محمود مختار، وأم كلثوم. تعالوا مع بعض نفتح الكتاب المدرسي صفحة 89 عشان نتعرف عليهم أكتر ونعرف إيه سر عظمة كل واحد فيهم. يلا فتحنا مع بعض. من التراث المصري نجيب محفوظ، روائي مصري حائز على جائزة نوبل في الأدب. من أشهر أعماله الثلاثية، وهي من أفضل الروايات في الأدب العربي الحديث. محمود مختار، فنان بارع في النحت وصاحب تمثال نهضة مصر، صنع هذا التمثال من الجرانيت ويعد رمزا لمصر الحديثة. أم كلثوم هي أفضل مغنية في العصر الحديث ولقبها كوكب الشرق. غنت أناشيد وطنية كثيرة ومن أغانيها مصر تتحدث عن نفسها. أنا سمعاكم كلكم حبايبي بتسألوني من التراث المصري يعني إيه التراث؟ التراث هو الميراث أو كل ما ورد إلينا من الآباء والأجداد. زي إيه بقى؟ زي الآثار، التماثيل، الكتب القيمة، الروايات، الصور، الأناشيد، كل ده يعتبر من التراث. خلاص، زي الحاجات اللي احنا بنلاقيها مثلا في المتاحف دي تعتبر برضو من التراث. طيب عندي انا زي ما قلت كده عندي مجموعة من العظماء من ابناء مصر، اول واحد فيهم نجيب محفوظ. بيقول لي ايه بقى؟ بيقول لي روائي مصري. يعني ايه روائي؟ يعني كاتب قصة طويلة. خلاص، الرواية هي القصة الطويلة. القصة الطويلة نطلق عليها في اللغة العربية كلمة رواية، والروائي هو كاتب القصص الطويلة. طيب يبقى نجيب محفوظ هو أديب كاتب قصص طويلة، هو مصري الجنسية، حائز على جائزة نوبل. يعني إيه حائز؟ حائز يعني حاصل، حصل على جائزة نوبل، ودي الجائزة دي بتقدم لكل البارعين في أي بقى مجال، مش بس الأدب، ممكن السياسة، الطب، العلوم المختلفة. بيقول لي من أشهر أعماله الثلاثية. تعالوا نشوف صورة الثلاثية أهم. دي مجموعة الروايات اللي ألفها نجيب محفوظ، هما ثلاث روايات. خلاص، هذه الروايات تعد من أجمل وأشهر وأفضل الروايات في الأدب العربي، وعشان كده هو حصل على جائزة نوبل بسببهم. الأولى اسمها بين القصرين، والتانية السكرية وقصر الشوق، طبعا مش مطلوب مننا ولكن للعلم بس. بيقول لي إن الروايات دي من أفضل الروايات في الأدب العربي الحديث. طيب ننتقل للصورة الأخرى، وهي صورة للفنان المصري محمود مختار. بيقول لي إن هو فنان بارع. يعني إيه بارع؟ يعني فنان متفوق، متقن لعمله. فنان في إيه بالضبط؟ في فن اسمه فن النحت. خلاص، بينحت تماثيل، ممكن تكون من الخشب، ممكن تكون من الصخور المختلفة. فنان بارع، صاحب تمثال نهضة مصر. تعالوا مع بعض كده نشوف التمثال. ادي صورة التمثال اهو، مصنوع من الجرانيت، اسمه تمثال نهضة مصر، بيعبر عن مصر الحديثة. خلاص، هو رمز لمصر الحديثة. عندي زي ما قلت التمثال اهو مصنوع من الجرانيت. حد هيسألني يعني ايه الجرانيت؟ الجرانيت هو نوع من الصخور، نوع من الصخور اللي بيتم نحتها يعني. وبيقول لي يعد رمزا. رمزا يعني ايه رمزا؟ رمزا يعني علامة او اشارة. خلاص، طيب نيجي بقى لاخر صورة، وهي صورة السيدة ام كلثوم. الحقيقة ام كلثوم هي من افضل ويعني المطربات والمغنيات في العصر الحديث، ولقبها كوكب الشرق. يعني ايه لقب؟ يعني اسم مميز اطلق عليها الناس هذا اللقب لكونها اعظم وافضل المطربات. غنت اناشيد وطنيه كثيره، من اغانيها مصر تتحدث عن نفسها. خلينا مع بعض في الدرس، تعالوا نستخرج مع بعض كده بعض الظواهر
الظواهر اللغوية بيقول لي روائي مصري. روائي فيها مد ايه؟ ها ايوه برافو، فيها مد بالالف. وايه الحرف الممدود معايا؟ حرف الواو، وانا شايفه عليه الفتحه. برافو. فيها ظاهره اخرى؟ نعم فيها تنوين بالايه يا ولاد؟ ايوه برافو، ده تنوين ضم. طيب مصري فيها حرف ساكن، احسنتم، حرف الصاد، وفيها تنوين ايضا، تنوين بالضم. طيب كلمه حائز فيها مد بالالف، حائز، تنوين ضم ايضا. طيب عندي على، على من حروف الجر، واحنا كنا خدناهم مع بعض قبل كده، من الى عن على في والكاف واللام والباء. ايوه سمع حد كمان بيقول لي انها فيها الف لينه، صح، الالف التي تكتب على شكل الياء يطلق عليها الف لينه، احسنتم. جائزة فيها مد ايه؟ مد بالالف، وانا شايفه الجيم الحرف الممدود عليه الفتحه. طيب جائزة فيها تاء ايه؟ نوعها ايه يا ولاد؟ ايوه برافو، فيها تاء مربوطه، احسنتم. وانا قلت قبل كده التاء المربوطه هي اللي ينفع ان انا انطقها، هي اقول جائزه واقول جائزه، احسنتم. نوبل مد، ايوه انا سمع حد بيقول لي مد بالواو، برافو. طب وايه الحرف الممدود؟ ايوه احسنتم، حرف النون، وانا شايفه عليه الايه؟ الضمه. بيقول لي في الادب، كلمه الادب نوع اللام، لام قمريه، احسنتم، برافو علينا. طيب بيقول لي من اشهر اعماله، طيب اعماله فيها مد ايه؟ فيها مد بالالف، والحرف الممدود حرف الميم، وعندي سكون كمان على حرف العين. طيب وفيها هاء مربوطه، شايفينها الهاء المربوطه؟ طيب انا ينفع اقول اعمالته؟ لا، يبقى دي هاء مربوطه. طيب نيجي نشوف كلمه الثلاثيه. الثلاثيه نوع اللام، ها انا سامعه حد بيقول لي اللام الشمسيه، احسنتم، برافو عليكم. وفيها مد، مد بالايه؟ مد بالالف، والحرف الممدود حرف اللام، وفيها كمان تاء مربوطه، احسنتم، بارك الله فيكم. بيقول لي وهي، وهي دي ايه؟ ايوه ضمير غائب. طب مين يفكرني بقيه الضمائر الغائب؟ ايه هي الضمير اللي مش موجود؟ اقول هو، هي، ها، هما، هم، وهن، احسنتم. يبقى هو، هي، هما، هم، وهن، برافو علينا. طيب يقول لي من افضل، طبعا من حرف جر، وافضل فيها حرف ساكن على السكون على حرف الفاء. الروايات، ها نوع اللام هنا ايه؟ برافو علينا، دي اللام الشمسية، برافو. وانا عارف ان اللام الشمسية تكتب ولا تنطق، والحرف اللي وراها بيجي عليه شدة، انا شايفها الشدة اهي على الراء. طب فيها مد؟ ايوه فيها مدين الف، فيها مد بالالف والحرف الممدود الواو، وعندي مد بالالف تاني والحرف الممدود الياء. مين يقول لي نوع التاء فيها ايه؟ احسنتم، برافو، دي تاء مفتوحه، برافو علينا، بارك الله فيكم. في الادب قلنا الادب قبل كده فيها اللام القمريه. العربي ايضا نوع اللام، اللام القمريه. الحديث ايضا فيها اللام القمريه، وفيها مد، مد بالايه يا اولاد؟ مد بالياء، والحرف الممدود حرف الدال، برافو، بارك الله فيكم. ننتقل لمحمود مختار، بيقول لي فنان، طبعا انا شايفه النون عليها شده، وفي مد بالالف، وعندي كمان تنوين بالضم، وعندي كلمه بارع ايضا، بارع فيها مد بالالف وتنوين بالضم. النحت فيها لام شمسيه وتاء مفتوحه. وتعالوا ناخد كلمه مصر، نوعها ايه كلمه مصر؟ ده اسم ولا فعل؟ نعم احسنتم، مصر اسم، عشان دلتني على اسم بلد، صح، وفيها حرف ساكن اللي هو حرف الصاد. طيب عندي كمان صنع، صنع ده اسم ولا فعل؟ برافو، ده صنع ده فعل، عشان ما ينفعش اقول الصنع، صح، ما ينفعش ادخل عليها اللام، لم تقبلها، يبقى ده فعل. طيب نوعه ايه بقى؟
أحسنتم، ده فعل ماضي، برافو علينا. طيب بيقولي هذا، هذا ده إيه؟ نعم أنا سمع حد بيقولي ده اسم إشارة، برافو علينا شطار. طب تعالوا نفتكر مع بعض أسماء الإشارة. هذا للمفرد المذكر، أحسنتم. هذه للمفرد المؤنث، هذان للمثنى المذكر، هاتان للمثنى المؤنث، وهؤلاء للجمع العاقل، صح؟ بنوعيه، الجمع المؤنث والجمع المذكر. وعندي هذه الكدابة، فاكرينها؟ هذه لجمع غير العاقل، لما أقول هذه حيوانات وهذه كتب، برافو علينا. طيب يقول لي التمثال، فيها لام شمسية وعندي كمان مد بالألف، من الجرانيت، فيها مدين، مد بالألف والحرف الممدود الراء، وعندي مد بالياء والحرف الممدود النون، ويعد رمزا، رمزا فيها تنوين فتح لمصر الحديثة. تعالوا ننتقل مع بعض لأم كلثوم، بيقول لي هي أفضل، أفضل برضو فيها حرف ساكن، مغنية، تنوين ايه نوعه؟ ها تنوين كسر، برافو، انا شايفة الكسرتين، وفيها نوع من التاء، التاء المربوطة، برافو علينا. في العصر الحديث، العصر طبعا لام قمرية، والحديث لام قمرية، وفيها مد بالياء اللي هو الحرف الممدود عندي الدال، ولقبها ايضا فيها مد بالالف، كوكب الشرق، الشرق عندي لام شمسية. بيقول لي غنت، غنت فعل ماضي، أناشيد، فيها مد بالألف والحرف الممدود النون، وفيها كمان مد بالياء والحرف الممدود الشين، وطنية، فيها تنوين فتح وفيها تاء مربوطة، كثيرة، فيها مد بالياء والحرف الممدود الثاء وفيها تنوين فتح وتاء مربوطة. من أغانيها، عندي أغانيها فيها مد بالياء والحرف الممدود النون، وفيها كمان مد بالألف والحرف الممدود الهاء. بيقول لي كمان تتحدث، ده فعل، صح؟ فعل نوعه إيه؟ عايز أسمع. فعل مضارع، أحسنتم، حاجة بتحصل دلوقتي يبقى فعل مضارع. طيب مع بعض بسرعة حبايبي ننتقل إلى البوكلت المنزلي صفحة 48، هناخد مع بعض جدول المفردات، الكلمة ومرادفها. روائي قلنا قبلا يعني كاتب، روائي يعني كاتب، حائز يعني حاصل، حائز يعني حاصل، بارع يعني ماهر، بارع يعني ماهر، رمز يعني علامة، رمز يعني علامة، لقب يعني اسم، لقب يعني اسم. طيب ننتقل للعمود الآخر، مفرد والجمع، عندي روائي جمعها رواء، روائي جمعها رواء، جائزة جمعها جوائز، جائزة جمعها جوائز، رواية جمعها روايات، رواية جمعها روايات، الأدب جمعها الآداب، تاني الأدب جمعها الآداب، رمز جمعها رموز، رمز جمعها رموز، نشيد جمعها أناشيد، نشيد جمعها أناشيد. ناخد بقى في آخر عمود معايا بعض الكلمات والمضاد بتاعها، أفضل عكسها أسوأ، أفضل عكسها أسوأ، الحديث عكسها القديم، الحديث عكسها القديم، كثيرة عكسها قليلة، كثيرة عكسها قليلة، تتحدث عكسها تصمت، تتحدث عكسها تصمت. ننتقل للتقويم، بيقول لي ما الجائزة التي حصل عليها الأديب نجيب محفوظ؟ ما الجائزة التي حصل عليها الأديب نجيب محفوظ؟ أحسنتم، هي جائزة نوبل في الأدب، هي جائزة نوبل في الأدب. سؤال الثاني، ما أشهر أعمال الكاتب نجيب محفوظ؟ ها، ما أشهر أعمال الكاتب نجيب محفوظ؟ إجابة الثلاثية، يبقى الإجابة عندي الثلاثية. سؤال الثالث، لماذا تعتبر الثلاثية من أشهر الأعمال الأدبية؟ تاني هسأل، لماذا تعتبر الثلاثية من أشهر الأعمال الأدبية؟ الإجابة لأنها من أفضل الروايات في الأدب العربي الحديث، لأنها من أفضل الروايات في الأدب العربي الحديث. سؤال الرابع، فيما برع الفنان محمود مختار؟ تاني، فيما برع الفنان محمود مختار؟ الإجابة برع في فن النحت، برع في فن النحت. طيب سؤال الخامس، بيقول لي ما أشهر أعماله،
ما أشهر أعماله؟ طبعاً كلنا عرفنا إنه من أشهر أعماله هي تمثال نهضة مصر، يبقى من أشهر أعماله تمثال نهضة مصر. السؤال السادس، إلى أي شيء يرمز تمثال نهضة مصر؟ إلى أي شيء يرمز تمثال نهضة مصر؟ الإجابة يعد رمزاً لمصر الحديثة. الإجابة يعد رمزاً لمصر الحديثة. السؤال السابع، ما أفضل مغنية مصرية في العصر الحديث؟ ما أفضل مغنية مصرية في العصر الحديث؟ طبعاً الإجابة هي السيدة أم كلثوم. الإجابة أم كلثوم. السؤال الثامن، ما أشهر ألقاب أم كلثوم؟ ما أشهر ألقاب أم كلثوم؟ جيم الإجابة كوكب الشرق، الإجابة معايا كوكب الشرق. السؤال التاسع، ما أشهر أغنية وطنية لأم كلثوم؟ ما أشهر أغنية وطنية لأم كلثوم؟ إجابة أغنية مصر تتحدث عن نفسها. هنفتح مع بعض يلا البوكليت بتاعنا، بوكليت التدريبات صفحة 41. طيب هنقرأ مع بعض. بيقول لي نجيب محفوظ روائي مصري حائز على جائزة نوبل في الأدب، من أشهر أعماله الثلاثية، وهي من أفضل الروايات في الأدب العربي الحديث. بيقول لي سؤال ألف، ما الجائزة التي حصل عليها الأديب نجيب محفوظ؟ ما الجائزة التي حصل عليها الأديب نجيب محفوظ؟ إجابة جائزة نوبل في الأدب، يبقى الإجابة جائزة نوبل في الأدب. سؤال ب، ما أشهر أعمال الكاتب نجيب محفوظ؟ ب، ما أشهر أعمال الكاتب نجيب محفوظ؟ طبعا الإجابة الثلاثية، يبقى الإجابة تاني الثلاثية. ج، لماذا تعتبر الثلاثية من أشهر أعمال الأديب من الأعمال الأدبية؟ هقرأ السؤال مرة تانية، لماذا تعتبر الثلاثية من أشهر الأعمال الأدبية؟ طبعا الإجابة لأنها من أفضل الروايات في الأدب العربي الحديث، لأنها من أفضل الروايات في الأدب العربي الحديث. طيب السؤال الثاني بيقول لي استخرج ما يأتي. عايزة كلمة بها مد بالألف، كلمة بها مد بالألف، ممكن نستخرج كلمة حائز. حائز، طب اتنين الحرف الممدود طبعا معايا حرف الحاء. طيب السؤال رقم ثلاثة، عايزة كلمة بها مد بالياء، ممكن نقول كلمة الحديث. الحديث، خلاص. والحرف الممدود طبعا حرف الدال. طيب كلمة بها تنوين، عندي كلمة مصري، روائي مصري، خلاص طبعا تنوين ضم. سؤال رقم سبعة بيقول لي عايز كلمة فيها اللام القمرية، ممكن أقول الأدب، وعندي كلمة العربي، وعندي كلمة الحديث، أهم الأدب العربي الحديث، كل دول فيهم اللام القمرية. عندي بعد كده في السؤال الثامن كلمة بها اللام الشمسية، عندي كلمة الروايات، وعندي كلمة الثلاثية، هذه كلمة الثلاثية هي أولاد، وعندي كلمة الروايات، الاثنين فيهم اللام الشمسية. بكده بكون خلصت معاكم شرح الدرس، تمنياتي لكم بدوام التفوق والنجاح.